حياتي لحضرتك يا كابتن. كابتن ايمن، ايوه سامعني كده، ايوه سامعك يا ابو كباتن، ازيك؟ جامده قوي. غزل المحله اتعاقد مع الحكم الدولي، شفت بقى، معلش معلش بتروح ساعات انت عارف. فريق الاعداد بتاعك مغلبني بصراحه يا سامي، ماله عمل ايه بس؟ مغلبني، عمل ايه يا كابتن؟ بيكلموني كل 5 ثواني. يا كابتن بيحبوك، لا احنا بنحبك يا كابتن، حبيبي والله يا بنحبك بجد، من الشخصيات حبيبي الجميله حبيبي والمحترمه، ودائما حبيبي يا لك اراء مختلفه الحقيقه كابتن ايمن. يعني حبيبي يا طيب حبيبي. هكلمك اي حقيقه عن منتخب مصر، الحقيقه الماتش اللي فات وتوقعاتك للماتش القادم وما حدث الحقيقه في اثناء اللقاء، سواء بقى من احنا ادائنا والفوز بتاعنا وموقف احمد حجازي برضو واستبعاده. اكيد كابتن ايمن يونس متابع الموضوع ده بشكل اكيد دقيق. يعني خلينا نتكلم، يعني اول ماتش مميز لحسام حسن مع منتخب مصر، حتى العلاقه الفنيه جوه الملعب مقبوله جدا، عمليه التوظيف للعيبه مقبوله جدا، الجماعيه كمان اداء مقبول جدا. بعض الجمل اللي تبين شخصيه المدرب ظهرت في الملعب، شفنا بعض الجمل، كورنرز، الكرات الثابته كلها بتؤدى بطريقه معينه، التحولات الهجوميه شطار فيها قوي، عمليه التحول ما بين زيزو وصلاح، ما بين تريزيجيه ومرموش، اتعملت بثنائيات جيده جدا. ماتش مميز جدا، فاجئنا بتشكيل وفي حمدي فتحي على مستوى سيرد باك، ناس كتير قوي ليه وحجازي بره وده بره، الراجل ليه فكر ان هو بيعمل يعني متخيل ان هو عايز في المنطقه دي لعيب معين بامكانيات معينه يبتدي اللعب من عنده، ونجحت. قد تكون فكره لو كانت فشلت كنا ممكن نتكلم فيها، لكن الفكره نجحت في كده ايدك كانت حسام خلاص، حسن. يبقى حمدي فتحي موجود في المنطقة دي خلاص يعني. لا لو مش خلاص، حمدي فتحي في الماتش ده موجود في المنطقه دي، لكن الماتش اللي جاي كنت ممكن تلاقي حجازي لولا المشكله. الماتش اللي جاي انت محتاج تلعب باربعه منهم سيرباكين اقوياء اوكي جدا في الكرات العاليه والكرات بالذات اللي هي نقاط الضعف بتاعتنا اللي بنعترف بيها على مدار التاريخ. لكن خلينا نتكلم ان حسام حسن نجح تماما، ماليش دعوه في المؤتمر قال ايه واتكلم ازاي والكلام ده كله، حسام حسن بيعرف يتكلم جوه الملعب بس، لحد دلوقتي محتاج يهدي نفسه ويفكر قبل ما يتكلم بره الملعب. عمل اكله حلوه قوي لازم يكملها حلو، ما يحطش ملح وفلفل على تورتايه، قدم تورتايه جميله، فلازم كل حاجه تبقى فيها اعتنا. لكن حسام حسن رائع جدا في المباراه، جيد جدا في نقدر يا المباراه. كابتن ايمن نقارن ما بين المستوى الفني منتخبنا الوطني امام نفس الفريق في بطوله الامم الافريقيه، ان احنا هل ده كان يعني موضوع مدرب ان احنا شكلنا هنا كان لا لا، انت ما راجل هنا لعيب كوره، بشكل مختلف؟ انت راجل لعيب كوره يا فاروق، وعارف يعني ايه كل مباراه ليها ظروفها، انت ممكن تقابل يعني يعني هم قدموا كفاردي قدامنا بعد الصراحه كده يعني وممكن في ماتش في بطوله الامم الافريقيه، احنا كنا يعني قلنا ايه المنتخب الجامد ده، وبيلعبوا كمان بالفرقه اللي ايوه. ممكن تكون مش اساسيه. احنا برضو يعني الوقت ده كان احنا فيري داون، او يعني في اقل حالاتنا النفسيه، ثقه معدومه، حاله هجوم على صلاح بلا مبرر، هدينا الورده بتاعتنا في الوقت ده، عملنا حاجات كلها غلط بصراحه، وتحامل غير عادي على المنتخب ادى أسوأ ما عنده. يعني بصراحه من البطولات اللي يعني كان منتخب مصر فعلا فيها سيء. المدير الفني كمان خلينا نتفق كان غير لائق، وما كانش عنده اي قدره تفاعل مع منتخب مصر، ايوه يا كان كابتن، الحوار في العموم الكيمياء مش راكبه زي ما بنقول. لكن حسام حسن خلينا نفكر في اللي جاي، اللي جاي عنده ماتش صعب جدا، وصعب بتسوانا على ارضها مغلوبه الماتش الاولاني، الفرقه دي انت كسبها 4-0 اخر مره اعتقد، توقيت الاهداف كان مهم جدا ان انت تعرف تجيب اهداف بشكل مبكر، شخصيه حسام حسن الهجوميه كانت لازم تبان في المباراه دي، مفيش جوه الارض وبره الارض، لازم تضغط على بتسوانا وتكسبها بشكل مبكر ده، لان كل ما الوقت طال كل ما قد يتسبب مشاكل في المباراه دي، وانت برضو فاهم يعني ايه فرق صغيره بتلعب على ارضها بتطمع، لو انت معرفتش تكسبها بمرور الوقت بتطمع فيك. خلينا نتكلم التصرف بتاع حجازي، طبعا غير محترف، حجازي من حقك تزعل بس بعد المباراه، حقك تتقمص قوي على الحوار اللي دار وحوار يزعل وفعلا، لكن بعد المباراه انت محترف، انت راجل عندك رصيد كبير، حب ناس، احترام الناس، وعندك 100 مباراه دوليه واحنا بنفتخر بيك، لعيب بنفتخر بيه. انفعلت شويه زياده، شدت معاك شويه، سمعت الكلام والحوار، وبرده انا مش عايز، احنا المدربين طول عمرنا لما بنيجي نتكلم يا فاروق ايدينا على بقنا وبنخلي بالنا على احساس طبعا اللعيبه طبعا والكلام، يعني هي سقطه صغيره بس في الاخر دي عيله، حسام حسن مش بيختار 11 لاعب، ده بيختار 20 22 لاعب. طب لو وجهة نظرك كابتن، الاستبعاد كان لازم يبقى موجود ولا تكملة المعسكر وبعد لا كده استبعد الاستبعاد حجازي؟ كان مهم،
لان كان اختبار لشخصيه حسام حسن في التعامل مع اللعيبه. اوكي. فما كانش فيها فاروق خالص غير ان هو لازم يتم استبعاد، بس ما يتمش، مش هتعدمه، مش هتنهي علاقتك بيه، امال لان كده ايه الراجل يا ده كابتن؟ ما هو كده مش هنشوف حجازي اكيد في المعسكر تاني. في المعسكر بتاع شهر 10 ممكن يرجع يعني. تفتكر بعد التصرف وبعد الاستبعاد ده؟ اعتقد لو قدم اعتذار كويس هو، بس انا مش عايز اللعيبه المحترفه لازم تفهم ان هي مش لازم ترد ومش لازم تسخن، لعيبه محترفه يعني. حتى انت صلاح وكلوب لما تمت قدامنا وهديوا في الاوضه وباسوا بعض وحضنوا بعض وخلص الموضوع، احيانا بيحصل طبعا حاجات نتيجه التوترات. حسام حسن عايش في توترات وعبر عنها بعد المؤتمر، قال لك انا حاسس ان انا مضغوط، حاسس ان الناس مستنياني اعمل نتيجه سلبيه عشان يشيلوني. ولازم حسام حسن يترفع عن ده، لازم يحس ان هو لا هيكمل مشوار ومسيره ويقدر يوصل كاس عالم ويقدر يحقق نتائج مرضيه جدا في الامم الافريقيه، ولازم ده يكون شعوره. لكن لو انت حاسس ان الناس مش عايزاك، طب ما خلاص امشي، الناس عايزاك وانت موجود ايوه كابتن، ونتائجك دلوقتي بقت بتساعدك صحيح. وعامل مباراه رائعه، فملاش لازمه في الحوار ان كان حسام حسن يقول حاجه زي كده. تمام. طيب خلينا نروح لمنطقه نادي الزمالك كابتن حقيقه. رايك حتى الان في الصفقات اللي جت لنادي الزمالك من وجهه نظر كابتن ايمن يونس للموسم القادم، وبدايه الموسم القادم ببطوله السوبر الافريقي الحقيقه اللي هتكون قدام الاهلي، هل اللاعبين اللي موجودين يقدروا يسدوا في مباراه زي ما نقول كده هي مباراه تعتبر مباراه قرن اخرى ولكن في السوبر الافريقي؟ اولا خلينا نتفق ان انا عاجبني مجلس اداره الزمالك، ما حدش بيتكلم، انت ما شفتش حد بيتكلم الفتره تمام الاخيره. تمام يا كابتن. كم مشاكل يا محمد غير عاديه، صحيح بنتفق، وبيتجاوزوها وبيحلوها وبيفتحوا القيد وبيجيبوا لعيبه وفي حدود قدراتهم، الناس مش قادره تقول برافو. هي الناس بقت تستخسر الكلمه الحلوه يعني، تلاقي انت مثلا عامل حلقه رائعه في البرنامج بتاعك عشان تسمع كلمه حلوه يا دوبك في كام واحد ساوي يقدر يقول لك كلمه برافو يا فاروق عامل حلقه حلوه. مجلس اداره الزمالك مين يقدر يقول له برافو على اللي عامله ده؟ تم من الديون والمشاكل والمعاناه والناس قاعده تقاوم، زي حسام حسن عمل مباراه رائعه والناس ما بتشوفش غير ايه اللي عمله مع حجازي وايه اللي مش عارف ما عملوش. ما بقيناش ما اعرفش في ايه اللي حصل في وسطنا الكروي الرياضي بشع، لكن خلينا نتفق مجلس الاداره رائع في نادي الزمالك. واعتقد بيحضر الفرقه بشكل جيد في حدود القدرات في حدود النهارده جاب المتاح. محمد حمدي يا كابتن الباك ليفت بتاع امبي يعني بديلا، يعني طبعا في انت عارف ان الظروف ناحيه الشمال صعبه قوي بالنسبه للنادي الزمالك قوي 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 قوي، لكن بيكونوا شخصيه فرقه وبيحاولوا وبرافو. وانا متوقع ماتش قوي بين الزمالك والاهلي، ومتوقع ان ماتش يكون يعني يليق باسم مصر في هذه البطوله يعني التاريخيه، ومستنيين ان احنا نتفرج على شو قوي. الزمالك جاهز؟ الزمالك جاهز. في لعيبه قادره؟ في لعيبه قادره. تكون ند للنادي الاهلي؟ ايوه، اللي حالته النفسيه والمعنويه مميزه، عامل بطوله ابطال دوري وعامل بطل دوري وعامل مباريات جيده جدا، لكن الزمالك قادر يكون ند ومنافس قوي في هذه المباراه. واتوقع كمان ان المباراه يعني تكون حلوه فيها نديه قويه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، نحب نشوفك يا كابتن زي ما بنحب نسمع صوتك يا كابتن. حبيبي يا محمد بشكرك. حبيبي كابتن ايمن، كابتن ايمن نجمنا الكبير مع السلامه. وواحد من نجوم الكره.